أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. بعد هذه التلاوة المباركة صدق الحق ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله والإجابة لا أحد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
وقل رب زدني علما. نعم إخوة الإسلام، مرحبا بكم أحببتم العلم والعلماء، وبالنيابة عنكم نتقدم بخالص الشكر إلى رئيس هيئة الخيرية العالمية والإخوة العاملين بها، وإلى الشيخ أحمد ديدات الذي قبل الدعوة وأتى مشكورا إلى هنا ليقف أمامنا هنا في ساحة العلم وليجلس مع الذين أحبوه وتعلقت أفئدتهم به وهو على بعد بعيد ومسافة طويلة، فمرحبا به وأهلا. وكلمة في مع الأخ الدكتور عادل الفلاح ممثل الهيئة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. هذه الحقيقة القرآنية ذكرها ربنا في كتابه العزيز ليؤكد تأكيدا قاطعا على أن القرآن فقط هو الذي سيكون له شرف الحفظ من كل تشويه وتحريف، ليكون بحق المعجزة الخالدة. والتأكيد على هذا الحفظ يعني أيضا أن غيره من الكتب السماوية لن يحظى بهذه الميزة العظيمة التي اختص بها القرآن الكريم. ومن هنا يمكننا أن نفهم تعدد الكتب السماوية الأخرى، حيث الكتاب الواحد له طبعات متعددة ومختلفة، كل واحدة منها تختلف عن الأخرى في الشكل والمضمون. ومن خلال هذا التعدد الذي صنعه البشر تم التغيير في الديانات السماوية وتحريف تعاليمها. وإذا كان أتباع تلك الديانات قد حرفت كتبها لا يقابلون بما يدحض دعواهم نتيجة القصور في دراسة هذه الكتب المحرفة والتعرف على منهجها ومقارنة بالمنهج الرباني الصحيح الذي يتفق هذا الأمر ولا يتفق مع غيره، حتى نتمكن من إظهار الحقيقة لأتباع هذه الديانات، فإن الداعية الإسلامي أحمد ديدا ونتيجة لمخالطته لأتباع هذه الديانات عكف على دراسة الأديان دراسة علمية تعتمد على الأسلوب والمنهج العلمي البحث، حتى يتمكن من إيصال الحقيقة الناصعة البياض إلى أتباع هذه الديانات ليعرفوا الحق، والمسلمين أيضا لتزداد شحنة الإيمان في قلوبهم. وإننا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالنيابة عنكم وعن جميع المسلمين في هذا البلد الطيب نرحب بالداعية الإسلامي أحمد ديدات، ونتمنى لكم أمسية طيبة مع حديثه الممتع حول نشاط المنصرين في المناطق الإسلامية وكيفية التصدي لهم وما طرأ من تغيير وتحريف في الكتب غير القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. You are welcome to start your speech. كيف يعني؟ وين يعني؟ هذا شغال؟ أوكي أكيد؟ وش أضرب عليه؟ ما هو سفنج، كيف أضرب عليه؟ أوكي ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
صدق الله صدق الله العظيم. Mr. Chairman, respected brethren, and my brethren in general, this is a continuation of my talk from yesterday, from last night. I have read to you another ayah from the Holy Quran, from Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Now I know, I do not really know, my Arab brethren, how easy it is for them to find references in the Quran. I don't know. I have had not the time to inquire. That if somebody tells you Surah Tawbah, how quickly you find it. I say Surah Yasin, where do you find it? Surah Muhammad, where do you find it? I don't know how easy it is for you. But for my people, those Muslims who are non-Arabs, 90% of the Muslims of the world are non-Arabs. They can't speak Arabic, but we read the Quran. سيد الرئيس الإخوة الكرام سأتحدث إليكم اليوم باستكمال لما بدأته في محاضرة الأمس ولقد تلوت عليكم آية كريمة أخرى من القرآن الكريم من سورة البقرة ولا أدري بأية طريقة يستطيع الإخوة العرب المسلمون أن يتعرفوا على الآية في أي مكان من أي سورة في مثل هذا الكتاب المترجم عن القرآن ولكن الغالبية العظمى في مسلمي العالم هم من غير العرب ولا بد لهم من طريقة للعثور على أي آية يجدون فيها فائدة لهم في أي مكان من أي سورة فأكثر من 90% من مسلمي العالم هم من غير العرب ومن الناطقين بلغات أخرى منها اللغة الإنجليزية وهذا القرآن مترجم فيه دليل على طريقة العثور على أي آية في أي سورة من هذا الكتاب العظيم. So for the non-Arab Muslims, if they want to have easy access to this holy book, in this particular translation in English, there is an index at the back. And in that index, whatever you want to know, you look for it just like in a dictionary. And you look for Baqarah. And the B, you'll find Baqarah. And it'll tell you chapter number 2. Once you have seen 2, every page is numbered, easy to find. Somebody tells you, Surah Yasin, where is it? It says 36. 36 is easy to find. Surah Talaq, where is it? It says 65. 65 is easy to find. Everything on your fingertips in this book. And this book is available for you, those of you who want to have a translation, is available outside the masjid on this way out. وفي هذه الترجمة بالذات يوجد فهرس في نهايتها يدل على مكان كل آية من الآيات في أي سورة فآية من سورة البقرة مثلا هناك مؤشر في هذا الفهرس يدل على أن سورة البقرة هي السورة الثانية والآية رقم كذا أو كذا 20 أو 60 أو 65 مثلا يستطيع الواحد من غير الناطقين بالعربية في الترجمة الإنجليزية في هذه النسخة أن يجد الآية المطلوبة وأيضا تستطيعون أنتم أن تستفيدوا من هذه الترجمة وهي موجودة خارج المسجد تستطيعون شراءها فهي أفضل الترجمات الموجودة والتي تعطي آية آية أي أنها مفصلة تماما ولا تعطي المعنى العام فقط. This book is indispensable for all Muslims who can speak the English language, either Arab or non-Arab. You need it for this reason. For the non-Arab, it's an absolute necessity. He must know what Allah's Kalam says because he does not understand Arabic. But for the Arab, if you want to share this deen of ours with the Christian who happened to be English speaking, you can't help but speak in his language and how and what words to use, this translation will give it to you. So, in other words, you'll improve your language, your English will improve, and you will have more courage in sharing our deen with the rest of mankind. هذه الترجمة ضرورية لكل مسلم عربيا كان أو غير عربي. فهي لغير العربي إن كان ناطقا بالإنجليزية فهي أمر حتمي وضروري.
وهي بالنسبة للعربي الذي يتحدث الإنجليزية ضرورية إذا أراد أن ينشر الدين الإسلامي بين غير المسلمين من المتحدثين بالإنجليزية حتى يفهم المعنى الصحيح ويستطيع نقله للمسيحي أو غيره إذا كان حريصا على نشر هذا الدين العظيم. Now coming to the ayah, Surah Baqarah, ayah number 111. Very easy to remember. Go and check up at home in your Quran. Check up what Allah says. He says, وَقَالُوا, Allah reminds us that they say, لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Who says? The Jews and the Christians. They are saying that you Muslims will never, never enter Jannah. There is no heaven for you. Illa, except, man kana hudan aw nasara, unless you become a Jew or unless you become a Christian. Don't get frightened. In answer to that, Allah assures us, tilka amaniyuhum, that this is their wishful thinking, vain desires, hallucination, bleating, bakwas. Just blah, blah, blah. Don't get frightened. Pull. Tell them. Hatu burhanakum. So produce your proof, your certificate, your burhan that entitles you to Jannah and destines us to Jahannam. Let us have a look at your proof. In kuntum swadikin. If you are speaking the truth, let us have a look at your burhan. والآن نعود إلى الآية الكريمة رقم 111 في سورة البقرة وبإمكانكم الرجوع إليها عندما تعودون إلى بيوتكم وهي تبين ادعاء اليهود والنصارى بقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى أي أن المسلمين أمثالكم لن يدخلوا الجنة حتى يتهودوا أو يتنصروا وطبعا يأتي رد ربنا العظيم بقوله تعالى هذه أمانيهم إلى آخر الآية دحضا لما يدعونه من أن اليهودية والنصرانية هي الطريق إلى الجنة ولكن لا تخافوا من هذا الكلام لأن الرد موجود في القرآن الكريم الذي أنزله الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Sad to say that this simple instruction, simple, قل هاتوا برهانكم, which is natural. You don't have to be a philosopher, a psychologist, a theologian, an alim. Simple in anything, any dispute. Somebody makes a claim, it's a false claim. What do you say? Where's your proof, your burhan, natural. This simple, basic teaching, the Muslims have forgotten for 1,000 years. 1,000 years. And I'm going to give you now reference to that proof. That we have failed to learn simple basic teachings. We find ourselves in this position because we have not learned simple things. في هذه الآية رد سهل جدا وليس الواحد منا بحاجة لأن يكون فيلسوفا أو لاهوتيا حتى يفهم الرد إنه رد سهل ولكن المسلمين مع الأسف خلال أكثر من ألف عام نسوا أن يتحصنوا بما يفهمونه من دينهم حتى يرد الرد القاطع والحاسم على هذه الادعاءات والافتراءات الباطلة بقولهم هاتوا برهانكم إنك إذا درست هذا الدين وهذا القرآن تستطيع أن تطلب البرهان وبقوة. Muslims have become hypersensitive, very sensitive. As soon as somebody tells us something pertaining to my community, any of my shortcomings, I don't like to hear. Last night, I was talking about some Christian missionaries giving me some pieces of literature in Pakistan. A Pakistani brother, he took offense. He wanted to know, when did I go to Pakistan? Implying I had not been to Pakistan. I was thumb-sucking some from thin air. I said, look, I have been going there again and again. Last year I was there and the year before I was there. And this was given to me in Karachi at a meeting by a Pakistani who happened to be a Christian and he wants to argue and debate. I said, please man, look, the more you debate with me, the more you argue and debate, you know, you suffer more. Because now I'm going to expose all your shortcomings. I was with you people for 3 years and I know you inside out. So please, if the cap fits you, if you think that we are guilty, admit it so we can do something about it. If you are sick,
And if you do not recognize your sickness, no physician on earth can ever help you. First recognize that we are sick. We have a shortcoming. And let's see now what we can do about it. ومع الأسف المسلمون حساسون جدا وإذا ما أثيرت نقطة عن مجتمع نعيش فيه يتبين فيها أن هناك ثغرة أو أن هناك شيئا خطأ فإنهم يرفضون حتى الاستماع إليه. فبالأمس تصدى لي أخ باكستاني لمجرد أنني تحدثت عن نشاط المبشرين في باكستان وكيف يتصرفون وحاول أن يفهم الحاضرين بأنني لم أكن في باكستان مع أنني زرتها 3 مرات وعشت 3 سنوات بينهم وحاورت شخصا هناك كان مسيحيا وقلت له إنني أتحداك وسأبين كل ما في هذا المكان من أخطاء ومن هنات وأنا كنت متأكدا من ذلك لأنني كنت أعرف الرد على كل شيء. Now let me tell you about my experience in the biggest of our brother countries, Misr, Egypt, last March. Please don't be hypersensitive. Listen, and if you think I'm pulling a fast one on you, at question time you can question me, challenge me. سأخبركم عن تجربة لي في شقيقتنا الكبرى مصر في شهر مارس آذار الماضي وأرجو أن لا تكونوا حساسين عندما أتحدث عن بعض الأمور وإنني على استعداد لتلقي أسئلتكم حول ذلك الموقف. Last year, March, I was invited by the Al-Azhar to a Dawa conference in Cairo. Last March, I arrived at the airport being assured that visas will be waiting for me at the airport. When I arrived there, visas are not available. So the man from the Al-Azhar, he tries very hard and he fails. And because it was Yawm al-Jumma, time for Salat, he said, excuse me, I go for Salat. Sit down here, and here is a lady. She will help you. ففي آذار الماضي دعيت من قبل الأزهر لحضور مؤتمر للدعوة الإسلامية في مصر، وقد أكدوا لي أن الفيزا تأشيرة تنتظرني في المطار. وعندما وصلت وجدت شخصا ينتظرني ولم أجد الفيزا، وكان يوم الجمعة. وعند الصلاة استأذن مني للصلاة وقال هذه سيدة ستحاول مساعدتك في هذا الوقت. The lady tries for a little while. No, it can happen anywhere. It can happen in Kuwait, it can happen in Saudi, it can happen anywhere. So the lady tries and she comes back after half an hour. She says, look, I'm sorry, but please sit down for another half an hour and we'll fix it for you. I said, not half an hour, an hour, 2 hours. I'm entirely at your disposal. I will sit put here. وقد عادت السيدة بعد نصف ساعة وقالت أنا آسفة انتظر نصف ساعة أخرى وبعد ذلك نصف ساعة أخرى وهكذا أكثر من ساعتين. وطبعا هذا الأمر يمكن أن يحدث في أي مكان في الكويت وفي أي بلد آخر، ولكنني اضطررت للانتظار مع تلك السيدة. After an hour she returns. She says $40. I said for what? She said for the visas. I said I'm a guest of the government. She says $40, 20 for your son, 20 for you. Fortunately, I had it. I gave her the $40. I got the visas. Now I'm asking her, well-dressed Egyptian lady, Western attire, well-spoken. So I'm asking her in my broken Arabic. I am asking her, Ma ismuki, at least I knew that word. Ma ismuki, what is your name? So she gave me a name. I can't remember. I never heard name like that in my life before. So it went in one side, came out the other side. I'm asking her the second question, Anta Muslima? She says, no, I'm a Christian. وجاءت بعد ساعة فطلبت مني $40 عني وعن ابني رسوما للفيزا، ولحسن الحظ كانت موجودة فدفعتها لها، وسألتها سؤالا عن اسمها ونسيته الآن، ثم سألتها عن ديانتها فقالت إنها مسيحية وليست مسلمة. No, there's nothing wrong with that. There are 10 million Coptic Christians in Egypt. Why should they also not have a share in the government post? No, there's nothing wrong with that. But when she said she is a Christian, to me, she is a customer. Every Muslim is a customer for the other Muslim, for doing, encouraging them towards good. But this lady is another type of customer, is my customer. So I said, you know, she's a Christian. So I said, you know, Jesus Christ, before he parted from this world,
he told his disciples, and I had learned some Arabic of the Bible. I can't speak Arabic, but I learned sufficient to give battle to the Yahudi in Hebrew, to the Spanish people, to the Nigerian, the Indonesian, to the Swahili. I have learned a dozen different languages, not as full languages, but something that I can use. So I started telling her that Jesus Christ, before he parted, he told his Hawariyun, his disciples, لَكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ الْحَقُّ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ أَنْتَلِكَ لِأَلَّهُ إِلَّا مَنْ تَلِكَ لَا يَعْتِيكُمْ مُؤَزِّي وَلَكِنْ إِنْ سَحَبْتُ أُرْسِلْهُ إِلَيْكُمْ. I didn't have to translate for her because she understood the language. But for those of my brethren who might not know Arabic who are here, I can translate it for you. I was quoting this verse from the Gospel of St. John, chapter 14, verse 7, where it says, Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I go, I will send him. So I'm asking her, who is this Muazzi? And she, in all humility, she said, I do not know. ولقد تحدثت إليها بعد ذلك وقلت لها إن المسيح عيسى عليه السلام قبل مغادرة هذا العالم قال لتلامذته والحواريين طبعا ما قاله باللغة العربية أن ما يقوله الحق إلى آخره. ثم قلت لها من أين يأتي هذا الأذى الذي تتحدثون عنه؟ فقالت لا أعرف. So I said, you see, in the Quran we are told that he told his disciples, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ, that giving glad tidings of a messenger to come after me whose name shall be Ahmad, which is another name for Muhammad. And Muhammad is Muazzi. Is what? Muhammad is Muazzi. Muazzi is the word in the Bible. لَا يَعْتِيكُمُ الْمُعَزِّي. Muazzi. Muazzi. ثم ذكرت لها أن في القرآن الكريم ما يقول بأن عيسى عليه السلام يبشر بنبي بعد اسمه أحمد, أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, وهو المعزي كما هو مذكور في الفصل الرابع عشر من الكتاب المقدس أو الإنجيل. So she says, very funny, these Egyptians, meaning the Muslim Egyptians, they said they take us to the dance, they take us to the cinema. These Christian women, our Muslim brothers, they take them to the dance and they take them to the cinema. But nobody tells us anything about Muazzi. وهذا شيء يعني مضحك طبعا, لأن هذه السيدة المسيحية تبين أن الإخوة المسلمين في مصر مثلا يذهبون إلى الرقص أو إلى السينما مثلا, ولكن لا أحد يبين لهم من هو المعزي. As soon as I get into the city, into the hotel, I have the young people surrounding me, and I'm sharing this little experience of mine with them, Muslim brothers of mine, young people. So I'm asking them, I said, look, this woman, this Egyptian woman, Christian woman at the airport, she told me that you people, you take the Christian woman to the dance, you take them to the cinema, but you don't tell them anything about Muazzi. Is it true? And the greatness of the Egyptian, they said yes. And again and again, I get a group, I said, look, this woman told me such and such a story, is it true? And they say yes. وعندما وصلت إلى الفندق اجتمع حولي عدد من الشباب المسلمين في هناك, وسألتهم هذا السؤال, هل هو صحيح ما قالته المسيحية في المطار عن أن الشباب المسلمين يأخذون المسيحيات إلى السينما وإلى الرقص ولا يبينون من هو المعزى ويسألون عن ذلك؟ وكانت الإجابة من أكثر من مجموعة أن هذا صحيح وهو يحدث. نعم. Now, they have armed me. They have given me a weapon that I can use to put my brothers right. So I meet the sheikhs. وقد أعطوني سلاحا أستخدمه في جمع شمل إخوان المسلمين, ولذلك قابلت المشايخ والعلماء. I'm asking the sheikhs. I said, Ya Akhi, you read the Quran in Arabic. He said, yes. I said, you understand what you read? He said, of course. That's my language. He said, mashallah.
I said, Allah Bari Ta'ala is telling you. Actually, he's telling all Muslims. But the non-Arab, he doesn't know what he's reading. He's only reading for sawab, for beauty, for music. Allah will give him sawab. I believe that. But I said, you, because you understand, Allah is talking to you more directly. He's telling you. Qul, Ya Ahl al-Kitab, say, O people of the book, لا تغلو في دينكم, says, do not go to extremes in your religion. ولا تقولوا على الله إلا الحق, and don't say anything about Allah except the truth. إنما المسيح, Musa to the Messiah, Isa ibn Maryama, Jesus the son of Mary, Rasulullah is a messenger of Allah, wa kalimatuhu, and a word proceeding from him, alqaha ila Maryam wa ruhum minhum, which he bestowed upon Mary, and a spirit proceeding from him. Fa'aminu billahi wa rasulihi, so believe in Allah and his messenger. I said, did you tell them that? He says, no. فقلت لهم يا إخواني هل تقرؤون القرآن؟ قالوا نعم. وهل تفهمون ما تقرؤون؟ قالوا نعم, فهو بلغتنا. قلت هذا شيء جيد, ولكن غير المسلمين الذين لا يتقنون العربية ربما يقرؤونه للموسيقى والتناغم بين الحروف والكلمات والآيات يأخذون الثواب. فهل أنتم عندما فهمتم هذا القرآن خاطبتم المسيحيين بالآية الموجودة التي تقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى آخر الآية التي طبعا تلاها الشيخ؟ فقالوا لا, أي أنهم لا يخاطبون الناس بما يأمرهم به ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. I said, Allah tells you in the Quran to tell them, ولا تقولوا ثلاثة, don't say Trinity, إن تقو خير لكم, this is, stop it, it'll be better for you. إنما الله إله واحد, for your Allah is one Allah. I said, did you tell them that? He says, no. وقال, وهل قلتم لهم هذه الآية التي تقول لا تقولوا ثلاثة إلى آخره؟ فقالوا لا, أي أنهم لا يخاطبون غير المسلمين بما يأمرهم به القرآن. So Allah tells you, again in the Quran, لَكَدْ كَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Anyone who says that Jesus Christ, the Son of Mary, is God, is making kufr. It's an act of blasphemy, treason against Allah. لَقَالَ الْمَسِيحُ, but the Messiah, said, Christ said, يَا بَنِي إِسْرَائِيلُ, O children of Israel, لَعْبُدُ اللَّهُ, worship Allah, رَبِّي وَرَبُّكُمْ, who is my Lord and your Lord, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, whoever will associate anyone with Allah, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ, Allah will make Jannah haram for them, وَمَأْوَاهُ النَّارِ, and the fire of hell will be the dwelling place. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ, and for the wrongdoers there will be no one to help. I said, did you tell them that? He says, no. You have already said it in Arabic. What's the ayah? I tell them further. Okay. Allah tells you. Allah tells you in the Quran. Pull. Tell them. Ya Ahl al-Kitab, O people of the book, O Jews and Christians, Ta'alaw, come. I said, did you call them? They says, no. I want to know why. You read these instructions in your language. You understand what you read. Allah is telling you to tell them, وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا. And you don't tell them? For 1,400 years, you haven't told them yet? You didn't tell them, don't go to extremes in your religion? You didn't tell them, تعالوا? I want to know why. فأردت أن أعرف لماذا إخواني المشايخ والعلماء المسلمين لم يطبقوا هذا ويقولوا لأولئك تعالوا إلى آخر ما يطالبهم به القرآن, وهم في كل مرة يقولوا لا. فإذا خلال 1400 سنة لم يقصدوا, لم يطرحوا هذا الكلام ولم يتحدثوا إليهم كما يأمرهم القرآن. So the clever brothers of ours, those who are very clever, we also have clever people among us, wherever you go, very clever. So they said, you see, it is Nasser, it is Sadat, it is Mubarak. They are not allowing us to do the job. I said, Nasser was yesterday, and Sadat was yesterday, and Mubarak is today. But for 1,400 years, there was no Nasser, no Sadat, no Mubarak. Who stopped you then? No answer. 1,400 years, what were you doing? There was no Nasser. For 1,400 years, the Muslim is the Lord of Egypt. He is the ruler in Egypt. For a few years, the British came, they ruled us.
For a few years, the French came, they ruled us. But overall, for 1,400 years, the Muslim is the ruler in Egypt. And for 1,400 years, you have not been able to make a scratch on the Christian community. He has increased and is today boasting 10 million Arab Christians in Egypt. 10 million. ويرد إخواني أو بعضهم من الأذكياء، والأذكياء أمثالهم موجودون في كل مكان، يقولون أن السلطات لا تسمح لنا بأن نفعل ذلك. فقول لهم إنكم كنتم هنا منذ 1400 عام كعلماء ومشايخ ومسلمين، فهل أحدثتم ولو خدشا بسيطا في المجتمع المسيحي؟ مع الأسف إنه يتكاثر، وتفاخرون اليوم بأن هناك ما لا يقل عن 10 ملايين عربي مسيحي في مصر. Yes, you can talk to me at question time. At question time, you'll be given an opportunity. Question time, each and every, Mr. Chairman, at question time, they will have the opportunity, anybody. Right. Please. You see, this is the type of behavior we get from Christians. The Christian gets emotional. The Christian, Muslims, we must be in a position to say, right, my brother. Raja al-Hudu, Hudu ya jama'ah. Raja al-Hudu. If you don't keep quiet, we can't continue. I can't. Now this old man here, I'm 71 years old. I won't run away, I can assure you that. I will be able to answer you. Don't get emotional, don't behave like little children. The Christian gets emotional because he knows he hasn't got the truth. My Muslim brothers, brother to brother, I'm talking to you. You are not my enemies, you're my brothers. I'm telling you the sickness. And now I will give you the remedy. I tell you why the sickness and what is the remedy. If I'm wrong, you must correct me. You must tell me, says old man, you've gone too old, you don't know, your senses have to tell me what you like. I'm prepared to listen to you. But now, listen to me. They haven't done the job. 1,400 years, we haven't done the job. I feel also guilty with you all. We failed. أرجو الاستماع، نحن نتحدث كإخوة، وأنا أحاول أن أشخص المرة معكم. فنحن كمسلمين قصرنا خلال 1400 سنة في الدعوة لديننا الحنيف وفي مواجهة المؤامرات التبشيرية في كل مكان. وأرجو بعد أن تستمعوا أن تتقدموا بأية أسئلة، فالحوار مفتوح وأنا لن أغادر المكان قبل أن نتناقش. إنني معكم أيضا مقصر ومسؤول، فدعونا معا نتكاتف بجهدنا حتى نخدم ديننا ورسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بكل طاقتنا. نحن نشخص المرض وعلينا أن نجد العلاج.
وليس بالانفعال، فنحن هنا إخوة. الذي ينفعل ربما يكون شخص آخر غير مسلم، إذا جاء مسيحي مثلا لأنه ليس لديه الحقيقة سينفعل، ولكن لماذا ينفعل الإخوة المسلمون عندما نضع يدنا على الداء حتى نجد الدواء؟ I have been asking, can you tell me why you haven't done the job? Why? I'm asking why. No answer. كنت أسأل لماذا لا نقوم بهذه المهمة ولم أجد جوابا على ذلك. So I said the reason is we are not following basic instructions. Allah Bari Ta'ala, He reminded us 1400 years ago that the Jews and the Christians, they will ever tell you that you Muslims are going to go to hell. Never mind you pray 5 times a day, you can pray 50 times a day. You fast for 1 month, you can fast for a whole year. You don't drink, you don't gamble, you don't eat the pig. Oh, you are wonderful people, but there's no heaven for you. He's telling you, there's no heaven for you, there's no Jannah for you. With all your salat and zakat and hajj and song, there's no Jannah for you. Because Jannah, heaven, salvation only comes, he says, through the blood of the Lord Jesus. You must believe that Christ died for your sins. You can be a rotter, a rapist, a murderer, you'll go to heaven. You Muslims, you can pray 50 times a day, no heaven for you. You're going to go to hell. This is how he's programmed. He's brainwashed. That is the thing that's keeping him there. Now, how do you deal with that sickness? Allah is telling you, whatever he claims, ask him, قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ. I'm asking them, did you ask for his burhan? إنني أعرف سبب عدم قيام المسلمين بالرد في هذا المجال بشكل صحيح خلال السنوات الطويلة الماضية، لأنهم لا يطبقون الأوامر كما هي في القرآن. فعندما يتقدم المسيحي أو اليهودي ويدعي بأن الجنة فقط لمن كان يهودا أو نصارى، فإنه يجب أن يرد عليه بشكل صحيح. فهو يدعي بأن المسلم سواء صلى أو صام أو عبد أو كان يعني بإسلامه كاملا ليس له جنة إلا من خلال اليهودية أو النصرانية، لأنه في بحاجة إلى دم عيسى حتى يوصله إلى الجنة. فهذا الكلام بحاجة إلى رد شاف وصحيح من كل مسلم. We are supposed to ask them for burhan, proof. But without we asking them, they have produced the proof, burhan, their Bible. وعلينا أن نطالبهم بالبرهان، وبدون أن نطالبهم لقد أحضروا البرهان معهم من خلال كتابهم المقدس. They have produced this in 2,000 different languages. وقد أنتجوا ذلك بأكثر من 2,000 لغة مختلفة. And last night I was showing you 11 different Bibles for the Arabs alone. وفي الليلة الماضية أبديت للإخوة الحاضرين في ذلك المكان 11 طبعة مختلفة بلغة عربية لكتاب مقدس، أي ب11 لهجة عربية. Now, I know you are not happy to hear all this, but am I your enemy? I want to fight with you people. I have come here to fight. I want to tell you what is going on. I know it is distasteful. It is not pleasant. I don't like it myself. Why must I talk all these things to you? I must talk nice things. You Arabs are very good people. You know, you brought Islam to my people. Without that, my people would have been worshipping men and monkeys, elephants and snakes. Jazakallah, Jazakallah. You would be very happy, I know. But now I must tell you, I said, look, there is a sickness. Something has gone wrong. We must rectify the situation. That's what I'm trying to tell you. It's hurting me as much as it is hurting you. And they have produced the Bibles for you in 11 different Arabic dialects. أنا لست هنا لأتصارع معكم وإنما لأبين لكم الداء في هذا المجال. فنحن إخوة، وأنا متأكد تماما من أن ما أقوله يجعلكم مستائين. فطبعا أشياء سيئة أن نشعر أن فينا داء معينا، ولكن يجب أن نكشف الداء حتى نضع له الدواء. فهذه الطبعات 11
من الإنجيل أو الكتاب المقدس ب11 لهجة عربية هي لها أهداف معينة من قبل أولئك الناس. Are you going to swallow that? A man gives you his burhan, you're going to swallow it, accept it? No. You see, when Allah Bari Ta'ala commands us to demand proof, it presupposes that when proof is produced, you will be able to analyze it. Otherwise, it makes no sense. You will be able to analyze the truth of the matter. In other words, now you'll be in a position like a judge to judge him. What he's talking, is it true or false? His burhan. So that is the secret. That is the secret of giving battle to the Yahudi, to the Nasara, to the communist, to the Hindu, anybody, everybody who is outside the pale of Islam. If you want to deal with the people, they make claims. Burhan, burhan, your burhan. When he produces the burhan, deal with it. And I'll show you how to deal with it. هذا هو سر التعامل مع كل أصحاب الديانات الأخرى غير الإسلام. عندما يدعون بشيء علينا أن نطالبهم بالبرهان كما يأمرنا القرآن الكريم، ولكن عندما يقدمون البرهان علينا أن ندرسه ونحلله جيدا حتى نرد عليه الرد الصحيح. For 1400 years we have been claiming, boasting rightfully, that this is Allah's kalam. This is kalam Allah, the Quran. فنحن نفخر منذ 1400 عام بأن هذا القرآن الكريم هو كلام الله. نحن نفخر بذلك وهذا صحيح. And the proof of that is in the book itself. Read it without any prejudice, without any hate in your heart and mind. You read it and you will be able to discover that this is the book of Allah. والبرهان في الكتاب نفسه. نقول لهم اقرأوه جيدا، ستجدون البرهان في داخل القرآن. But They said, and they still say, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he copied this book, the Quran, from the Jews and the Christians. ولكنهم يقولون أن محمد عليه الصلاة والسلام قد نقل أو نسخ هذا القرآن من كتب اليهود والنصارى. So why should we follow that when we have the original book of God? فلماذا نتبع ذلك؟ هكذا يقولون طالما نحن نملك الأصل. So Allah Bari Ta'ala, he answers this charge, this false charge in the Quran. He doesn't need you and me to defend his book. He defends it himself. He says, Am yakulun aftara, or do they say he forged it, he copied it, he plagiarized it? Am yakulun aftara, qul fa'tu bi suratin mithli. Then come on, you produce a surah like it. Wad'u man istata'tum min dunillah, and call your helpers, if there's anyone besides Allah, in kuntum sadiqin, if you're speaking the truth, let us have a look at you produce something like it. And for 1400 years, they haven't produced it. But a Palestinian Christian, an Arab Christian from Palestine, he had challenged me to a debate. And in that debate, one of the debates, Munazara, he said that 75% of that wonderful Quran in my wonderful language of Arabic, he's boasting about his wonderful language, this Palestinian Christian, he's boasting, he has a right, it's also his language, of my wonderful language of Arabic is from the Bible. Means 75%, 3/4 of this book is copied from his Bible. So I challenged him, leave out the 75%, just give me one ayah, one verse, that's all. Give us one verse. And he had failed. And again in the last debate I said, one verse. So while the debate is going on, he said, he's got it. I said, wait, like the brother got excited there. I said, wait, your turn will come, you can come along and you can, you know, tell the people. So when his turn came, yes, I'm sorry. بالطبع الله سبحانه وتعالى يدافع عن كتابه ويعطي البرهان في نفس القرآن. فيقول يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلي إلى آخر الآية. وثم يورد الشيخ تحديا له بمناظرة من عربي مسيحي من فلسطين، تحداه للمناظرة
وقال أن قرآنكم العظيم المكتوب باللغة العربية العظيمة هي لغة المتكلم يعني ذلك المسيحي إن فيه 75% مما يحتويه القرآن هو موجود في الإنجيل في الكتاب المقدس. فقال له الشيخ اترك 75% ثلاث أرباع جانبا وأتي بآية واحدة، ولم يستطع. وفي مناظرة أخرى قلت له ائت بآية واحدة، وحتى الآن وطول 1400 سنة لم يأتي أحد بآية واحدة كما تحداه الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم. So now I have for you a shock, not a shock. I don't know whether it will make you all into murtads, I don't know. A shock, but look, the man shocked me, he shocked the people, I'm going to shock you. This is the so-called Injil, the so-called. هذا هو ما يدعى بالإنجيل. And I want one of my brothers. I think we have a brother here, a volunteer. Yes, somebody volunteer. Come forward. I want him to read the Injil, so-called. It's not real Injil. Injil is different. That's a different subject. I don't waste time now. What they call Injil, the New Testament, from the Gospel of Saint John. Chapter 14, Yohanna, Injil Yohanna, chapter 14. I want the brother to read what the Arabs have been enjoying, Arab Christians, so far. And then I will give our chairman to read the new invention. They say now they have now produced something to equal the Quran, if not beat it. I want you to be the judge. Now, if we lose, don't blame me. If you all become murtads, don't blame me. That means they succeeded, they met the challenge. It's left to you now, you judge. I'm not your enemy, I'm your brother. He says, you have a little patience with me. Now, brother, I want you to read this chapter 14 as you would read Arabic, you know, in your school or something like that. Read it. Explain what I said. أريد أن من أخي هذا أن يقرأ الفصل الرابع عشر من إنجيل يوحنا لتعرفوا ما به. وأيضا هناك اختراع جديد لهم، لقد أنتجوا كتابا جديدا يقولون أنه يتفوق على القرآن العظيم. وعندما تستمعون إليه إذا كنتم تريدون أن تصبحوا مرتدين ربما تقتنعون به، وإذا خسرنا هذه الجولة فلا تلوموني، نحن إخوة وعلينا أن نقارع الحجة بالحجة. الآية رقم 14 يقول لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. Can I read it? Yes. على الشاطئ. الإصحاح الرابع عشر. رجاء. هدوء يا لو سمحت. الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا يقول لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي. Right. Now the very same thing in this classical Arabic supposed to beat the Quran. This is the challenge. It took them 16 years. This is a 16-year project. What they couldn't do in 1400 years, now they did it in 16 years. Now our brother will read, you know, in the usual tajweed we read the Quran, because that's how the Palestinian Christian read it. Let him also try and read this one here. وهذا الكتاب
الذي أنتجوه في 16 عاما بعد أن عجزوا عن إنتاج آية واحدة في 14 قرنا، يقولون أنه يضاهي القرآن ويتفوق عليه، فهو بلغة عربية فصحى وقوية كما كان يقرأها ذلك المسيحي الذي ناظرني في ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون بالله حقا فآمنوا بي ولا تخافوا، إن لكم عند الله جنات نزلا، فلأسبقنكم إلى الله لأعدها لكم، ثم لآتينكم نزلة أخرى، وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلة العليا. فقال له ثوم الحواري: مولانا إنا لا نملك من ذلك علما. فقال له عيسى: أنا هو الصراط إلى الله حقا. Now listen, I'm reading the same thing for you. This is how the fellow read it. This is how he read it. I want to know whether you take exception to anything what I'm reading now. Just listen. Listen to me. They are doing this on radio. All over the Middle East, you will hear this qira'at. Like Sheikh Abdul Samad Abdul Basit, the Christians are reading this. And this is what it will sound like. Listen. إن المسيحيين يقرؤون ذلك تجويدا في الإذاعات في كل بلاد الشرق الأوسط، فانظروا هل تقبلون شيئا مما تسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. Any objection? You've got to listen. You've got to accept. Look, he starts with, in the whole Bible, nowhere is the word Bismillah there. Now every chapter begins with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Immediately you expect Kalamullah to be recited. عندما تسمع بسم الله الرحمن الرحيم تتوقع مباشرة أن تسمع كلام الله، لأنه في كل الكتاب المقدس لا يوجد هذه بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن في هذا الكتاب الجديد في كل فصل موجود بسم الله الرحمن الرحيم كبداية حتى يستقطب الناس ليستمعوا إليه. Now how do you deal with this? With anything, he says, look, how to burhan. When a person shows you, you must now see, analyze it, what to do about it. This is a sickness. New things are being introduced to steal our children. What do you do? I'm only in giving you information. But because you don't like the information like the Jews of old, don't behave like the Jews of old. You see, they asked our Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. He said, look, O Muhammad, who brings messages to you from Allah? He said, Akhi Jibreel. He said, Jibreel brings messages to you, we're not interested. He said, why? He says, Jibreel is not our friend. Jibreel is not our friend. You see, every time destruction came on us, it was Jibreel who brought the message. So he's not our friend. Was Jibreel their enemy? The one who gives you warning, he tells you there's fire, is he your enemy? If there's fire on in the corner and the man shouts, fire, fire, is he your enemy? You don't like to hear that, but he's warning you to save your life. So he says, Akhi Jibreel, we're not interested. So I said, this is a sickness of the Jews. We mustn't have such a sickness. A brother is coming and telling you, he's crying to you, he said, look, this is the position, where do you go from here? So أنا أخ لكم أشرح لكم الموقف لأننا علينا أن نتدبر الأمر ونفهم ما يجب أن نفعل، وأرجو أن لا يكون البعض منا كاليهود القدامى عندما سألوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يأتيك بالوحي أو بالرسالة، فقال أخي جبريل، فقالوا نحن لا نهتم بذلك لأن جبريل ليس صديقا لنا، فدائما هو الذي يأتي لنا بالخراب والويلات. فيقول الشيخ إنه كان ينذرهم، فهل الذي ينذرهم هو عدو لهم؟ معنى هذا أنهم لا يريدون المعلومات الصحيحة، فيجب أن لا نكون مثلهم، يجب أن نتلقى المعلومات الصحيحة حتى نبني عليها تحركنا ودفاعنا عن ديننا. So it is this book that is keeping them away from the Quran, because they say in this book they are told
that Christ died for their sin. ويقولون أن هذا الكتاب هو الذي يبعدهم عن القرآن لأنهم يقولون كما يقول الكتاب أن المسيح عيسى هو يموت ليغفر لهم خطاياهم. إذن فما حاجتهم إلى القرآن؟ هذا قول المسيحي. So we say no. Allah tells us through the mouth of His holy prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شق منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. ولكننا نرد عليهم بكلام الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله الكريم وفي القرآن لما يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى آخر الآية. So where did you get this? This is in the Quran. Where does it come from? We say Allah revealed it to His Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. This is Muhammad. How many wives did he have? You know, he spread his religion at the point of the sword. You know, he copied this book from the Jews and the Christians. Now, it's a different type of battle. So, instead of going saying what the Quran says, we say, Kul hadu burhanakum. Come, produce your proof. Where does it say that Jesus Christ, He died for your sins? وعندما يسمع هذه الآية يقول أين هي؟ نقول من القرآن. فيقول من جاء بالقرآن؟ نقول أنزل به الوحي على سيدنا محمد. فيضحك ويقول محمد هو الذي نقل القرآن من الإنجيل والتوراة. محمد كم زوجة كان له؟ ماذا كان يفعل؟ ثم يبدأ معركة في جانب آخر أن يهرب من النقطة الأساسية. إذن بل أن يطلبوا منا هم البرهان من القرآن، علينا أن نواجه ونقول هاتوا أنتم البرهان من الإنجيل أو الكتاب، ليقول أين هو الكلام الذي يقول أن عيسى مات ليغفر للأمة أو للناس؟ So we said now let us see your book, your Burhan. It tells us in the Gospel of Saint Luke, they say Injile Luca, chapter 24, verse 36. It says that Jesus, after his alleged crucifixion, after what they call it, his crucifixion, he returns to that upper room where they had the Last Supper. The Christian knows whatever I'm talking, he knows what I'm talking about. He returns there and he wishes his disciples Shalom Aleichum in Hebrew, same as Salam Aleikum in Arabic. والمسيحي طبعا كان يعرف ماذا أتحدث عنه، فهم يقولون أن عيسى بعد الصلب المدعى به يعود إلى الغرفة العالية للعشاء ليطرح السلام على تلامذته وإخوانه. When he said Salam Aleikum, his disciples were terrified, says his book. So I'm asking, why were they terrified? Because when you meet your long lost master, your grandfather, your ustaz, your teacher, your imam, you embrace him, Arab and the Jew, you kiss one another. Instead of doing that, the book says they were terrified. I'm asking why were they terrified? كتابهم يقول أن الحواريين أو تلامذة عيسى عندما عاد إليهم ارتعبوا وخافوا، فأنا أقول لماذا حصل ذلك؟ إن الشخص عندما يقابل ضيفا أو أستاذا له غائبا عنه إنه يأخذه بالأحضان ويبتهج لرؤيته، فلماذا خاف هؤلاء؟ So the book says, his Injil Luca says that they were affrighted. They were frightened because they thought he was a spirit. فإنجيل لوقا يقول أنهم خافوا لأنهم اعتقدوا أنه كان شبحا. So I'm asking, did he look like a spirit? This is no. Then why should they think the man is a spirit when he didn't look like a spirit? فأقول هل كان يبدو عليه أنه شبح؟ يقولون لا. إذن لماذا يخافون من شخص ولا يبدو عليه أنه شبح؟ No answer. So I said, I will tell you. You see, you have to know a little more than what he knows. And it's very easy. Once you are in the field, all that knowledge comes to you. So I'm asking, did he look like a spirit? No. Then why did they think he's a spirit? He didn't look like a spirit. No answer. So I said, you see, the reason is that the disciples of Jesus, according to your book,
the Hawariyun. They had heard from hearsay, people talking, that the master was hanged on the cross. They had heard from hearsay, people talking, that he had given up the ghost, his spirit had come out, he had died. They had heard from hearsay, people talking, that now he's dead and buried for 3 days. A man with such a reputation, when you see him, naturally you are terrified, because you expect him to be stinking in his grave. Such a person you see, he must be a ghost, a spook, so you are terrified. ولقد قلت له أن السبب هو أن أتباع عيسى أو الحواريين خافوا وفزعوا عندما رأوه معتقدين أنه شبح، لأنهم سمعوا من الناس وصدقوا أنه صلب وأنه مات وأنه مدفون، فإذا عندما يعود لهم شخص بهذه السمعة سيعتبرون أنه شبح. So the Christian agrees. He agrees with you. So he says, you see, Jesus, to assure them that he's not what they're thinking. They're thinking he's come back from the dead, resurrected. Fill mouth, he's come back life from the dead. So Jesus, he's telling them. Now, I quote him in his language. Unzuru ila yadayya wa rijlayya. That's the Bible says. Unzuru, have a look at my hands and my feet. Inni ana huwa, that it is I myself. Kusuni wanzuru, say handle me and see. فَإِنَّ الرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَإِزَامٌ For a spirit has no flesh and bones, as you see me have. وَلَقَدْ تَحَدَّثُ إِلَيْهِ بِلُغَتِهِ مِنْ كِتَابِهِ إِذَا ذَلِكَ الْمَسِيحِي فقلت له ألا تقرأ ما يقوله عيسى كما تسجلون انظروا إلى يدي ورجلي وإلى لحمي فأنا لحم ودم والروح ليست لحم ودم إذن فأنا لست شبحا. And it goes, he said they felt him, his disciples they felt him, and they believed not for joy, means they were overjoyed, very happy, and wondered what happened, man. Thought the man was dead and buried, stinking in his grave. What happened? So Jesus, according to the book, wanting to assure them that is not what they are thinking. They are thinking he's come back from the dead, resurrected. So he says, أَعِنْدَكُمْ هَاهُنَا تَعَامُ Have you got anything here to eat? فَنَاوَلُوهُ جُزْءًا مِّنْ سَمَكٍ وَشَيْئًا مِّنْ شَهَدِ عَسَلٍ فَأَخَذَ وَأَكَلَ قُدَّامَهُمْ And they gave him a piece of broiled fish and a honeycomb, and he took it, and he ate in the very sight. So I'm asking to prove what? That is a ghost? Is a spook? There is a spirit? What is he trying to prove? So you see, it makes your task so easy, my dear brethren, if you only take a little trouble. The Copts in Egypt, the Palestinian Christian, the Lebanese Christian, the general Christian world, anybody, everybody, this is his book of authority. Once you know a little bit of this, and I am offering you my booklets, How to Do the Job. This is the sickness, they will not give you peace. The only way is either you opt out of Islam, become murtad, there'll be peace. Or you make the Muslims, there will be peace. There is no other way out for us. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. وإن مهمتكم أيها الإخوة سهلة إذا تعرفتم على ما يكتبون وفهمتم ما به وهناك كتيبات كثيرة أصدرتها أنا عن طريقة مواجهة هؤلاء المسيحيين سواء كانوا من الأقباط أو في فلسطين أو في لبنان أو أي بلد مسلم فيه مسيحيون إذا فهمتم اللغة التي يكتبون بها ليغشوا الناس ويحتالوا عليهم بإمكانكم مواجهتهم بشكل سهل جدا وبشكل قوي فإما أن تقفوا إلى جانب دينكم بقوة وإما أن تصبحوا مرتدين وإذا أصبحتم مرتدين فالويل لكم وإذا وقفتم إلى جانب دينكم عشتم في سلام وأمان ما في أسئلة مكتوبة على الميكروفون الرجاء الكل يجلس الرجاء الكل يجلس دكتور لو سمحت والله قول لهم الاسم المكتوب احسن تمنع الفوضى رجاء الكل يجلس الاسئله مكتوبه الاسئله مكتوبه اجلس يا جلسه جلسه يا زلمه Thank you.
مسيحية أو ليهودية يكون من الصفوة، من الصفوة المسلمين الصفوة اللي هم يجيدوا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية حتى يكون داعية ويرد على من هو غير مسلم. أما نحن هنا حتى في هذا البلد الآمن يأتي بالعمالة من السيخ وغير السيخ يمكن له مكان أفضل مني كمسلم في نقطة عيش. فهذا السؤال الأفضلية لمن في هذا البلد في نقطة العيش لمسلم أو لغير مسلم أو في أي مكان ثاني. يعني الأول أحنا عمو يعقوب سكر الموضوع نختم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ما أردناه أن نتمثله نحن المسلمين النظام والترتيب، وللأسف الشديد لا يوجد نظام ولا ترتيب. وكلنا سنحضر مثل هذه المحاضرات ومثل هذه اللقاءات مع الشيخ أحمد ديدات الذي جاء من أقاصي الدنيا، فبمثل هذه الصورة أن تكون مثل هذه المحاضرات. وهناك أصول لكل محاضرة ولكل إدارة محاضرة، وبناء على رغبة الرئيس رئيس الهيئة تنتهي هذه المحاضرة وإلى لقاء قادم. السلام عليكم.